في داخل جهاز الامن والمخابرات الضمام للدعم السريع. لازم يتم بل الغدر، لازم يتم بل الغدر. الغسل برا ما 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 حل، ما حل. كونك انت وصلت الغسل مبروك وبخيت عليه ولا قدام، بس ما قلنا حاجه. لكن في الموضوع في السبب والمعادلات والمفارقات الفتره الجايه، المعادلات الفتره الجايه دي في معادلات صعبه جدا. يا ترى كده حين كده لازم يتم بلو، ما تم بلو ما عملت كانك يا عاوزين ما غزيت قبيل. الله يفرق قبيل. يعني انا كلامي كده كده مع بعضه، كلامي كده بربط مع بعضه. انت شايفه غلط حاجه بترجع لك منك الخيار الثاني، لكن لو ما تم بل حميتي ده لازم يتم غطله زي ما قتل الناس في دارفور، وده لازم تعملوا به الفتره الجايه. ابيته والله يا اخي ما غيرين يا اخي، انتوا حرين طبعا. انا واحد بس، انا شخص واحد سوداني وشخص واحد، انا بشر واحد، انتوا الاغلبيه صح. شوفوا خياراتكم، دي حاجه بترجع لكم. نحن بنجي نناشد الناس، لكن اما نحن في دارفور ما عندنا حاجه خير نضرب رصاص، نبل الجنجويت ونضربه. والدليل على ذلك لو ما قهرنا الجنجويت وضربناه ضربه من حديد وتم تحديد الجنجويت وفي اكل دار الجنجويت، اقسم بالله ما كان سلمونا النفرين اللي اختطفوهم من مرني. هيا انا ما قالوا رجال يا اخي، ما لك يا بل يا صاحبي. جاء في قريه قريبه كده جمرني، نزلوه مشاره تلفوناتهم وقال لهم امشوا، لانه لو خلوهم بيتراوثوا ممكن يتصلوا ديرك مع الراسين ديل بيتلهقوا في الشارع. فشوف نحن لو كان بقينا رخاص وبقينا ناس هناي، كانوا كده خلاص استلموا 8 مليار وبقينا منطشه وبقينا ملعبه كل دقيقتين. والله العظيم اقسم بالله دي اسخر قروش هنا في الاتحاد الاوروبي. كويس؟ اسخر قروش في الاتحاد الاوروبي ده، هذه صمت. اقسم بالله لو انا قبض امي في اعز من امي، والله ما بدفع لها ولا صمتي، نقول لها ادوها طلقه. صمت، صمت ده ما شغال هنا ولا بيشتغل، ذاته بيجيب شنو ما في حاجه، صمت ده بيجيب شنو. لكن دي بس صنوه للعداله بس عشان ما تقول ما في فكه. فصمت زي ده ما بدفع لها، الا بدفع لامي عشان تشتري بندقيه تحمي نفسها. صمت زي ده ما بدفع لها. الكلام ما يكون ساكت. فنحن لما وصلنا الرساله والرساله وصلت ناس مرنه، ناس مرنه بيقوا رجال، بيقوا شوف، بيقوا ابطال، ضربوا الجنجويت ضربه من حديد، رجعوا لنا النفرين اللي كانوا اسيرين عند الجنجويت. اولاد الكلب، لانه لو ما رجعوا كان حنضرب مليون. والله لو قتلت 10 بنقتل 100، ولو قتلت 100 نقتل 1000. الله يدور يمشي يشتكيني، انا داير يدور يشتكيني. يومي بحنش للناس نقول لها يا جماعه اشتكوني عشان نخش المحكمه ذاته. انا ذاتي داير اتكلم مع وينو المحكمه الجنائيه الدوليه، وينو الاتحاد الاوروبي، وينو الدول التري، وينو ذاته العالم، العالم اللي بيتكلم فيه ده وينو، وينو حقوق الانسان ذاته. انا داير الطرف اللي بيشتكيني انا عشان امشي اخش معه المحكمه ذاته. ده هو منو؟ انت منو؟ وجيت هنا كيف؟ قبيلتك شنو؟ متضرر من شنو انت؟ يعني انا قدامك ده معطولي الاف، انت منو؟ بحشو لك هنا. فما في طريقه، بحنس الناس تحنيس عشان يشتكوني. بحنسهم وانا في اتحاد لانه بيتبلى يا صاحبي، انت منو؟ انت منو؟ والله كمان ما في سوداني بقدر يعارضني انا للاطلاق الا تشادي. والتشادي هنا لو اشتكاني اكلها، لانه ورقه شايله بالسودان. اول حاجه بنقرا ورقه وندقه لك كده جغرافيا، نلخبط له حساباته ونقطع فيه شلوت وموضوع انتهى. ما قلنا حاجة، قلنا بلاك بيبول، ما عندي مشكلة، إن شاء الله تشيل ورق بأثيوبيا، إن شاء الله تشيل بالسودان، إن شاء الله تشيل بموريتانيا، في النهاية نحن بلاك بيبول، لكن تحترم نفسك يا زول. احترم نفسك، ما تقدر تفرفر. وما في زول قاعد يعترضني أو قاعد يدق لي تلفونات من السودان أو من تشاد أو من أي إلا تشادي. ما في، منو سوداني قاعد يعترضني؟ ولا ناس كردفان ما قاعد يعترضوني، ولا شغالين بي ذاته ناس كردفان. ما شغالين بي. ولا زول من جماعة موسى هلال يوم انا دق علي تلفون نهائي. ما في حولان خجر كلهم شفتها 80%، وكانوا جزء منهم تابعين للمعارضة الشعبية حسي قاعدين مع حميدتي. والشعب السوداني ده لو يموتوا منه 10 مليون الباقي يفضل شفته 30 مليون الا يشيل الوسخ ده برا. فما تحلم الشغلة ما واقفة على احمد كسر، عشان ما تزعل مني ساكت، انا بكره بموت، ما واقفة علي انا، لكن ما بيخلوه. والشعب اكيد تمام، الشعب السوداني ده كله يتسلح خلاص، لو وصل طريق مصدود
طوالي بدوق نار، بدوق طوالي ببلق من طرف يا صاحبي، بينزلكم كلكم. انت بتتكلم كيف يا زلمه؟ انت بتلعب ليه ولا شنو؟ هسه هم شغالين سلميه، لكن انا متاكد يوم ما بوصل لطريق مسدود بيرجنوكم. ما انت ما تايب روحك، ما شغله ما احمد كسره، ما وقف علي انا يا حبيبنا. انا منو؟ انا ولا صفر على الشمال. طيب انت مفتكر انه والله في ناس بتكلموا احسن مني انا بمليار مره. انت بتتكلم كيف؟ انت احبر ولا انت غبي ولا شنو؟ ها زي صاحبك ده يا جماعه. اللايف ده فيه 860 نفر. انا لازم اكرر المكالمه الصوتيه بتاع الغجر ده والناس اللي قاعدين في اوروبا يا جماعه. انا ممكن اسكت، انا عندي بلاغ يا جماعه موجود، لكن ما بقدر بعرضه على السوشيال ميديا لانه عشان بحافظ على البلاغ ده لما نقبض الزول ده، وده قبل لي. وانا التحديدات دي جاتني كتير، لو انا كان بقيف من الميديا كان زمان وقفتها، لكن انا بس كايس الزول ده ودير نقبضه وما لقيته. فانا هسي هو رسل مكالمه صوتيه هنا وده صورته عشان انا انشره. اي زول ساكن معك في الاماره بس براح يتصل عليه، براح بس قول لي يا احمد هاي الزول ده ساكن معنا هنا في الاماره، نقتله؟ لا ندقه؟ لا بس دايرين نعرف محل قاعد وين، والادريس ده نديله بتاع الشرطه والشرطه يقبضه. اما انا قاعد معروف يا جماعه، الناس اللي قاعدين هنا في فرنسا راقدوني كم مره؟ 500 مره قاعدين. يعني انت هتجري من الشرطه عسي لو في زول فاتح بيني بلاغ، ما الشرطه بتجي تقبضني هنا بعد ذاك بتعمل اجراءاتها وبعد ذاك بودوني للمحكمه. فهتجري هتمشي وين يعني؟ هتقع على البحر يعني؟ ما انت كده ما بتتهرب من القانون، الاتحاد الاوروبي ده انت قاعد كده في قفص. فبس انا داير انشر الزول ده عشان انا داير الناس انه يعرفوا لي الزول الساكن مع انا السوداني بيعرفوني وعارفيني انا قاعد وين. لكن انا داير الزول ده بس عليك الله يجيبه لي، هو قاعد في هولندا منتظر محكمه وحسي وجه فرنسا. السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله تمام. ايوه بالنسبه لاحمد كسره ده ماشي الخطه، يعني الان عملنا خطه كده فتره اسبوع كده الخط الماشي. طبعا في شباب عارفين وين قاعد زاته في فرنسا، والخط ماشي يعني. طبعا اليومين دي عملنا خطة بالكامل ويتم تنفيذها في الوقت القريب، خلال كده لو طولت كل شهر كده ما هتوصل، اكيد هصوتها تاني ما هتسمعه، لانه احمد كسلة ده عمل فتنة كثيرة جدا وفتنته مستمرة في تشادي. طبعا السودان دي كده خليها، لانه هو الان ده افريقيا بي اكملها كي عمل فيها فتنة ومشاكل قبلية و يعني الدماء سالت بتاع المساكين دي في الفاضي. عشان كده احمد كسلة ده الخطة اللي وضعناها الان دي، الشباب الموجودين في فرنسا هناك ده عملوا خطة كده تمام جدا، يتم تنفيذها في الوقت القريب، يتم اغتيالها بشكل سري، وان شاء الله قريبا ما هتسمع صوته ونرتاح منها، لانه الانسان العجوز هم ده مفتكر طبعا نمود الشعوب كلها بترتاح منها. هم مفتكر انه الشغلة بالصوت، يعني صوت فلان وقف معناته الموضوع خلاص انتهى. وما عارف الناس عندهم سلاح طبعا بلي في الارض يا. وما عارفين انه ما بيتنازلوا من حقهم، وما عارف انه الشعب السوداني حيفرتق قدام السريت وبطوبة. وهو تشادي علاقته شنو بالسودان؟ هو تشادي، عشان كده انا قلت لك من السودانيين يا طيبين ده اي زول يا جماعه شفتوا الصوره دي اقطع فيه سكرين شوت. واهم حاجه بس تضرب لي تليفون يا جماعه، اي زول عنده رقم واصحابي ورينا الاماره اللي انت ساكن معاها الزول ده بس عشان احنا نسلمه للشرطه. طبعا برفق المكالمه الصوتيه ده برضه في البلاغ، عنده بلاغ قبل كده، لكن لا احنا بس دايرين نعرف محله وين. في مدينه اسمه مدربرخ وكان منتظر المحكمه يعني كده. حتى ناس هولندا برضه اتصلوا علي يا هدى، دي اسم المدينه مدربرخ، دي اسم المدينه مدربرخ. وانا عليك الله يا جماعه ارجو الله يفاتك كميه بتاع التحديدات الجاني. انا سكتت من الميديا جربوا زي ده بقنفوز زي ده بسكتني انا. هذه اسم المدينه عشان يمكن انا نطقتها غلط، دي اسم المدينه اللي هو قاعد فيها، دي اسم المدينه. الناس في بتاعت هولندا، ناس هولندا اقطع سكريم شوت وروني قاعد في المدينه دي ولا نقلوه مدينه ثانيه، بس عشان شنو؟ يتم قبضه بالشرطه بعد ذاك يتبلى لما الله يغفر له ذاته، ونرجو تشاد مع الجار. وانا عندي ادله بالشوالات بانه هو تشادي، عندي ادله يعني ما ساكن، يعني انا ادله بالشوالات انه هو تشادي. ويا حبذا كمان لو لقينا شال ورق بسوداني وده كمان طيب جدا، ودي حاجه بتساعدنا يعني
بيساعدنا انه لو شال ورق بالسودان يعني حاجه ظريفه جدا جدا بيساعدنا يعني. طيب الجماري يا جنجويت يا رباط يا غاتل يا غزر يا مجرم يا مغتصب كويس. طيب لا لكن مرحبا حبايبنا على طلبات يا هدى يا هدى الزول